طيب لو عايز تنجح وتبقى حاجة في حياتك يبقى ركز معايا، الله يبارك لك وما تتعبنيش معاك، لان انا اصلا على اخري من الموضوع اللي انا طالع اتكلم فيه النهاردة. النهاردة الجمعة 30 ديسمبر، يعني بكرة ليلة راس السنة يا جماعة. بس انا بصراحة كده مش هقول لأي واحد فيكم كل سنة وانت طيب، ماليش مزاج يا اخي، انا حر ما تبصليش كده. انا اصلا مش معترف ان راس السنة حدث يستحق الاحتفال، الا يعني اذا كنت عايز تفكر نفسك ان انت فشلت في تحقيق الاحلام اللي انت وعدت نفسك ان انت هتحققها في راس السنة اللي فاتت. فاكر هنحتفل بايه يا اخويا؟ بخيبتنا؟ ده غير ان انا اصلا يعني مش محتاج مناسبه تخليني اطلع اعيد عليكم. انا ممكن اعيد عليكم اي يوم في السنه واقول لكم كل يوم وانتم طيبين عادي، وانا لسه هستنى من السنه للسنه. انا مش مع العقليه بتاعه السنه دي هحقق حلمي، مع ان انا كاتبها في العنوان علشان اخليك تفتح الفيديو وتسمع مني الكلمتين دول. ضحكت عليك ها؟ وبعون الله مش هسيبك لحد ما تفرمت عقلك الباطن علشان تخلي نفسك تفكر بالطريقه دي. انا مش ابن امبارح ومش ابن بكره، انا ابن النهاردة، لان هو ده اللي بايدي. الناس اللي بتقول انا السنة اللي جاية هحقق حلمي ومستني راس السنة علشان ابدأ حياة جديدة، سمعني انت وهو؟ في الاخر الناس دول مش بيعملوا اي حاجة، بقى على الفاضي. وسبحان الله في ليلة راس السنة اللي بعديها 365 يوم لقدام تلاقيهم وعدين نفسهم نفس الوعد الحمضان وبيعيدوا الدورة. هتلاقيهم هم بيقولوا ايه؟ بكرة اول يوم في السنة، يعني صفحة جديدة، والمرة دي بقى هحقق حلمي. سبحان الله، يعني مش بشوف ولا واحد فيهم 364 يوم في السنة. هما كده يظهروا من عدم يوم 1 يناير ويوم 2 يناير على طول، كلهم مش شايف حد فيهم في الشارع. هو انتوا بتستخبوا فين يا جماعه؟ لا والله بجد بتختفوا فين؟ عرفوني عشان عايز استخبى كده من بعض الناس اللي بتطلع تشتمني في الكومنتات. فين يا اخي الطموح اللي انت بدات بيها السنه الجديده؟ فين الشغف؟ فين الاصرار؟ ولا هو كلامه وخلاص؟ الناس دول زيهم زي الناس اللي بتقول انا بدءا ان شاء الله من يوم الاحد خلاص قرار هبتدي اعمل دايت، وفعلا بيعملوه. هي هي هي. بس يوم الاثنين على طول، بص تاني يوم على طول تلاقيهم ضاربين حله رز لبن واثنين تن ونص مهلبية بالايس كريم. زيهم زي الناس اللي للأسف بتقول انا ان شاء الله هبتدي اذاكر من بكرة، ولما يجي بكرة يقعدوا يذاكروا فعلا، وبعدها بنص ساعة بالظبط تلاقي الكتاب ده مرمي في اول صفيحة زبالة. قال ايه؟ هاخد بريك والعب دورين ببجي. وانتوا عارفين بقى دور بيجيب دور ودورين بيجيبوا اربعة وما بنخلصش من الليلة دي. زيهم زي الناس اللي بيقولوا انا هنزل الجيم اول ما اخلص امتحانات، بس في الاخر تلاقيهم قاعدين على البحر في الساحل معاهم فطيرة ميكس جبن قد كده وجيركن بيبسي اكبر من حجم كرشهم. وسلم لي بقى على الحلم والطموح يا عم الحاج. طب انا راضي ذمتكم يا جماعه، السنه اللي فاتت لما انت قلت لنفسك ان انت السنه دي هتحقق حلمك عملت حاجه يا روح قلبي ولا لسه قاعد في السرير؟ للاسف معظمنا كده يا بشوات. محدش يزعل من طريقه كلامي، الغرض ان انا افوقك مش اني اغلط فيك. ما هو احنا دايما بندي لنفسنا امل ان احنا بكره هنعمل وهنسوي، بس في الاخر بنتنيل على عنينا، بنقعد نعاتب ونلوم نفسنا، وبنقعد نقول لنفسنا يا ريتني كنت بدأت من 3 سنين كان زماني بقيت حاجة، مش كده ولا ايه؟ ومن هنا يجي المثال الشهير اللي بيقول هل انت سارحا فيما مضى ولا متأملا في المستقبل؟ لا والله حضرتك، ده انا متنيلا فيما يحدث. علشان كده انا مش بحب راس السنة وعمري ما احتفلت بيها، اصل هحتفل بايه؟ مفيش اي حاجة هتتغير على فكرة غير ان بكرة يوم السبت وبعد بكرة يوم الاحد، بس كده يوم عادي جدا يا جماعة زيه زي اي يوم. سيب الاحتفال العبيطة دي للناس اللي هتفضل عادية، وركز في اللي هيخليك أسطورة ورقم واحد يا نجم النجوم. ركز في المجهود اللي هيخليك تحتفل بإنجازاتك أحسن يا أسطورة الأساطير، قوم اعمل حاجة في حياتك تخليك تفتخر بنفسك قدام لما تبص على المجهود اللي انت بذلته ورا، بدل ما انت بتعمل كل اللي انت هتندم عليه قدام. ما تتعشمش في بكرة اللي مش هيجيب لك أي حاجة زيادة عن الحاجات اللي أصلا عندك من النهاردة. يا ريتني كنت رحت الجيم من 6 شهور كان زماني عملت فورمة وطلعت 6 باكس بدل الكرش اللي انا بسم الله ما شاء الله طلع لكم بيه ده على طول. حاجه تكسف. لو عايز تبدا حياه جديده يبقى قوم ابداها دلوقتي حالا، اقفل الفيديو اصلا وقوم خد اول خطوه في الطريق اللي انت نفسك تمشي فيه. ايه ده انت لسه قاعد؟ ما تقوم يا بابا. لكن طول ما انت عمال تقول لنفسك بكره ولا الاسبوع اللي جاي ولا الشهر اللي جاي ولا بعد الشتاء ولا بعد الامتحانات ولا بعد راس السنه، هتقعد تقول لنفسك بكره لحد ما تلاحظ ان هوبا خلاص يا باشا فات الاوان. بص يا باشا، امبارح راح منك خلاص، فرميه ورا ظهرك وما تشغلش بالك بيه. ما خلاص يا باشا، اللي فات مات فما تبصش لورا. قدامك حل واحد بس علشان تتغلب على احساسك بالندم واحساسك بالتقصير مع نفسك، انك تستغل النهارده، غير كده بكره هيبقى زيه زي امبارح. امبارح راح منك خلاص وبكره محدش عارف فيه ايه، بس النهارده ملكك بتاعك في ايدك فما تضيعهوش. في حد يا جماعه كان كاتب هي الحقيقه كانت مقوله مؤثره جدا، انا مش حافظها يعني، بس هي كانت بتقول حاجه كده، بكره راس السنه
في ايدك تكتب كتاب 365 صفحة، فاكتب لنفسك قصة حلوة تحب تقراها في اخر السنة دي قبل ما تدخل على الكتاب اللي بعده. جسمي اشعر يا جماعة، انا مش معترض، بس يعني انت ليه مستني راس السنة يا مان؟ ما تقوم تكتب الكتاب ده من دلوقتي، ولا هو ده يعني اليوم اللي وقف لك زي اللقمة في الزور؟ وانت يا شقي اللي بتتفرج على الفيديو ده بعد شهرين ثلاثة كده، او حتى بعد سنة من نشره، انا شايفك على فكرة، شايفك. لو قاعد مستني اللحظة المناسبة يبقى خليني ابشرك يا صديقي العزيز، اللحظة دي ما بتجيش. ولو انت بقى قاعد مستني الفرصة، فخليني برضو اصدمك، الفرصة مش هتجيلك طول ما انت قاعد في السرير، لازم انت اللي تقوم وتروح لها. اللحظات مش بايدك ان انت تخترعها، بس تقدر تحس بيها. فطلع طاقتك واحساسك ومشاعرك وفرغ كل الحاجات دي في الحاجة اللي انت بتحبها. اما الفرص زيها زي البيبان، ممكن تكون قاعد كده مستني الباب يفتح لك، او ممكن تكون اصلا مش لاقي الباب. لو لقيت ان الفرصة مش بتخبط، يبقى قوم ابني باب، اتصرف. نفس الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت، والله العظيم نفس الكلام بالملي، بس يبدو كده ان انا محتاج اقوله تاني. الناس بتوع السنة دي هحقق حلمي، مكبر الموضوع كده ليه يا معلم؟ مصعبها على نفسك ليه؟ سنة بحالها؟ ده اصلا شيء في حد ذاته يرعبك ويخضك ويخليك كمان تحس ان نهاية المشوار بعيدة قوي. فما تحكمش على نفسك بالسنة وما تحبكهاش، هو العمر فيه كام سنة اصلا؟ احسبها باليوم احسن، الايام كتير وبتعدي بسرعة. ما هو كل يوم النهاردة، فاياك تدخل السرير في نهاية كل يوم الا لما تكون حاسس ان انت انجزت حاجة النهاردة، ولو ما انجزتش حاجة يبقى ما تنامش. لو انت لقيت ان ضميرك بيأنبك علشان انت ما تقدمتش النهاردة لقدام حتى ولو بخطوة واحدة بسيطة فقط، يبقى تأكد ان انت ماشي صح. هو ده الاحساس السلبي الايجابي الوحيد. اوعى تكون فاكر ان انت يعني هتحس بالنجاح كده فجأة كده في يوم وليلة. يعني هسألك سؤال، ينفع اروح دلوقتي افتح شركة احلامي النهاردة الصبح واقعد بالليل اعيط واكتئب عشان انا لسه ما بقتش ملياردير؟ اكيد ما ينفعش. طب هل ينفع اروح اعمل اشتراك في اغلى جيم في البلد واروح اتمرن اول يوم واقعد بالليل ازعل واعيط ويجي لي اكتئاب عشان انا لسه ما طلعتش 6 باكس؟ اكيد طبعا برضو ما ينفعش، ده مش كلام منطقي. ركز في الجملة دي، النجاح انت مش هتحس بيه الا لما الخطوات الصغيرة والبسيطة قوي اللي انت بتاخدها كل يوم دي تتراكم. ساعتها فجأة كده هتكتشف ان انت قطعت شوط كبير ومحترم. فجأة كده هتلاقي نفسك وصلت المكان انت اصلا هتتخض من كتر ما هو مكان بعيد عليك قوي في يوم من الايام. هتتخض بطريقة حلوة يعني. وفكر نفسك على طول ان اليوم اللي بيعدي عمره ما هيرجع تاني ابدا، فاوعى تضيعه من ايدك. الفلوس اللي بتضيع منك ممكن ترجعها تاني، هي الفلوس كده بتروح وبتيجي، بس الايام بتروح بس. يعني بالبلدي كده، يا تركب القطر يا تعيش في المحطة. بص يا معلم، مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة واحدة، فخد خطوة واحدة بس كل يوم، أنا مش طالب منك أكتر من كده، خطوة في اليوم. خطوة في اليوم يعني 365 خطوة في السنة، فاحسبها أنت كده مع نفسك، هتلاقي إن أنت لو خدت خطوة واحدة كل يوم، يبقى بعد سنتين ونص بالظبط هتبقى خلصت المشوار أبو ألف ميل. يا معلم مالك اتخضيت كده ليه؟ كتير سنتين ونص؟ فعلاً. وانت بتفكر فيها كده ممكن تحس ان سنتين ونص القدام يا لهوي ده بعيد قوي، بس انا مش عايزك تفكر كده، انا عايزك تفكر وتقارن. شوف كده، بص على السنتين ونص اللي فاتوا، بذمتك يا اخي بذمتك ما عدوش هوا؟ طاروا طبعا، ما تحورش على نفسك. فبما ان السنتين ونص اللي فاتوا دول عدوا بسرعه الضوء، يبقى انت ليه حاسس يا باشا ان السنتين ونص القدام بعيد قوي عنك؟ مفيش اسرع من الايام، فبعد اذنك يعني بلاش تحسس نفسك ان بكره بعيد، لان هو اقرب مما تتخيل. ركز في انت انجزت ايه النهارده بدل ما انت شايل هم بكره وانت هتبقى تمام. بلاش يفوت الوقت وتقول يا ريتني كنت عملت. لسه فيها يا صديقي، لا تيأس، مفيش حاجه اسمها فات الاوان طالما انت لسه على قيد الحياة. احسن وقت تزرع فيه شجرة كان من زمان قوي، بس تاني احسن وقت هو دلوقتي حالا. خد البذرة دي وروح ازرعها، وعايزك بقى كل يوم تسقيها بالمية اللي بتنزل من عرق جبينك. حب البذرة دي واهتم بيها بقلبك وبشغفك، والاهم من كل ده هو اصرارك. الاهم هو ان انت ما تزهقش، ما هو انت لو زهقت الشجرة هتموت. جايز تلاقي الشجرة مش بتكبر طول ما انت مركز معها كده كل يوم، ايه ده انت ما بتكبريش ليه؟ بس ده لا يعني انها لا تنمو. اسقيها انت بس يا حبيبي، وانا اوعدك ان هي هتطلع. ايه هتخلف الطبيعه؟ ايه الدنيا كده يا باشا زي الشجره،
يا زرعتها يا ما زرعتهاش. سيبك من الافوره في لعب البلاي ستيشن ولعب الباب جي وتضييع الوقت اللي كله بيروح على الفاضي ده، والله الوقت ده ما ينفعك بحاجه، حرام. اصلك هتقول ايه لعيالك لما تكبر؟ كنت بلعب فيفا 23 انا وعمك، هو يلعب بريال مدريد وكنت انا بكسبه 7-0 بكسح فسح. خلي عندك قصه كفاح تلهم الناس اللي قدامك، وقصه تحكيها قدام عيالك. اتعب وسقى، وخليك دايما عارف ان مفيش اي حاجه تستاهل هتيجي بالساهل، لانها لو سهله مش هتبقى مستاهلة، ولو مستاهلة يبقى أكيد مش هتبقى سهلة. خلي نفسك في المستقبل يفتخر بنفسك في الماضي اللي هو دلوقتي. يعني في حد مرة قال لي ان انت دلوقتي حالا في الحاضر، اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي دي، شخصيتك في المستقبل دلوقتي كأنها بتسافر عبر الزمن وبتتفرج عليك من خلال الذاكرة بتاعتها. فبالبلدي كده يعني اللي انا اقصده هو انك تعمل حاجة يعني لما تفتكرها كده قدام ان شاء الله تفتخر بنفسك، بدل ما تندم ان انت ما عملتش اي حاجة. اسمع قلبك بس وامشي وراه، صدقني ده عن تجربة اللي انا بقوله لك ده. قلبك ده لو انت مشيت وراه هتكتشف ان هو بوصلة بتوصلك للمكان اللي انت بجد بتحلم ان انت توصل له. اسمع قلبك وسيبك من كلام الناس، ايه تعودنك بايدك. صدقني يا ابني والله العظيم لما توصل الناس اللي اتكلمت عنك وحش في الاول دول هيقعدوا يقولوا ايه ده، انتوا عارفين النجم ده حبايبنا، ده احنا نعرفه من زمان. هتشوف سر العظمه مش سر خالص على فكره. يعني لو انت عايز توصل للعظمه، طبعا العظمه لله وحده، مش ده نوع العظمه اللي انا بقصده. اللي انا بقصده هو انك لو انت عايز تحقق نجاح مبهر يبقى الموضوع سهل جدا، انت مش محتاج تعمل اي حاجه غير انك تاخد الخطوه الاولى، لان دي الحاجه اللي 99% من كل الناس اللي حواليك مرعوبين ان هم يعملوها. هديك نصيحه كده من اخ لاخوه، يا تكون رقم واحد يا تكون ولا حاجة، وخليك دايما عارف ان المركز التاني هو اول خسران. دخلت انا في اول الحلقة داخلة غشيمة شوية وقلت لكم مش هقول لكم كل سنة وانتم طيبين، بس ده علشان انا بجد شايف ان انا ممكن دلوقتي عادي جدا اقول لكم كل يوم وانتم طيبين وكل يوم وانتم ناجحين وموفقين ومستورين. لو في اي حد فيكم يا جماعة عايز ان هو يحجز معايا ميعاد على زوم علشان يستشرني في اي حاجة تخصه، ادخلوا عندي على انستجرام، اعملوا لي فولو وابعتوا لي رسالة هناك، وانتوا هتلاقوني ببعت لكم كل التفاصيل. انتوا مش لوحدكم وانا مش هسيبكم، ما تخافوش. اعمل لي فولو على فيسبوك وانستجرام علشان تشارك في الاسك اللي انا بعمله مرة كل اسبوع، وعلشان نسهل التواصل مع بعض. ولو دي اول مرة تشرفني فيها اهلا بيك، انت منورني وعلى راسي والله العظيم. بعد اذنكم طبعا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان تكونوا انتوا اول شخص يشوف الحلقة الجاية لما تنزل ان شاء الله، وتقولوا لي على رأيكم فيها على طول. وبكده خلصت الحلقة النهاردة، اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. توتا توتا، خلصت الحدوتة. محمد فارس، السلام عليكم.